فلاش سبورت. صباح النور. أول مواعيدنا الرياضية نبدأها بأخبار كأس رابطة الأبطال الإفريقية واللي بيكون فيها الترجي على موعد مع ذهاب دور نهائي نهار السبت في ملعب رادس مع 8 ضد الأهلي المصري بتحكيم الجزائري مصطفى غربال بمساعدة مواطنيه مقران قراري وعباس أكرم الزهروني. وعلى مستوى الفار باش نلقاو الموريتاني دحان بيضة بمساعدة الرواندية سليمة موكانسانغا. الترجي وصل التدرب بالحديقة باد والحضور الجمهور مع تواجد العناصر الكل على ذمة المدرب كاردوزو. البارح الملاعبية كانت تحدثوا على المباراة ومن بينهم القائد محمد أمين بن حميدة اللي يعتبر رابطة الأبطال هي الهدف الأول للفريق. الأوبجيكتيف الأول نتاع الترجي الذي تونسي ديما رابطة الأبطال الإفريقية تولي تفصلنا تو 180 دقيقة شوط أول في تونس شوط ثاني في مصر. زوز مباريات مختلفين كسوا في تونس ولا في مصر. نحن باش نكونوا حاضرين كما يلزم ندرسوا المنافس ذهنيا جسديا فنيا. نصوروا الأولاد عارفين قيمة الرهان هذية وعارفين قيمة التعب اللي لعبوا به عام كامل. الميدان هو الفيصل. الميدان ما عندوش كبير وصغير. اللي بش يكون حاضر اللي بش يكون أسبق على الكرة بش يكون أسبق في جزئيات صغيرة وبش يكون من نصيب اللقب. الفريق اللي يلعب على الألقاب لازم يكون عنده الباز صحيحة. الأولى هي الدفاع. نحن خدمنا عليه هذية من اللي كومبارتيمون الكل كسوة من حراسة المرمى حتيكشي للهجوم. حاولنا نوفقوا بيناتهم الكل. الحمد لله الباز هذية سوليد ما جاتش من الخسارة. هي فورم تاع الأولاد وستاف. وصلنا 180 دقيقة زوز مباريات. ميدان هو باش يحكم في كل شيء. يعني الحقيقة تاع الميدان حاجة عارفين قيمة الرهان هذا. إن شاء الله نحن نكونوا أول جيل يجيب رابطة الأبطال الإفريقية من خارج ميدانه. لكن عندنا ماتش هنا تريز امبورتون قدام جمهورنا هو باش يعطينا خطوة كبيرة إن شاء الله نحو اللقب. ونيتيون فامي إن شاء الله نفرحوا جماهير الترجي وتونس الكل إن شاء الله. وهذا المدافع ياسين مرياح المطالب أكثر بالتركيز والتقليل من الأخطاء أكيد في مباراة هامة أمام الأهلي. زوز فرق كبار عندهم من الخبرة الكافية في النهائيات الإفريقية. أكيد باش فما برشا كورة في التيران. إن شاء الله نشوفوا شو من جماهير الترجي كما عودنا قبل. ماتش نهائي ماتش صعيب مش سهل. 50-50 لزوز فرق. إن شاء الله يكون الحظ من نصيبنا. نحن باش نكونوا بيان أبليكي إن شاء الله في التيران بيان كونسونتري ذهنيا بدنيا باش نكونوا حاضرين. توصلنا 180 دقيقة إن شاء الله على البطولة الخامسة للترجي في تاريخها. الترجي السنة بعد عناصر جديدة عناصر شابة أول مرة يمكن تلعب فينال. إن شاء الله نشوفوا الترجي مختلف. إن شاء الله نشوفوا الترجي يوري كورة مزيانة في الماتش. الناس كل لازم تكون كونسنتري في التروا ليني. نحن أكيد باش نحاولوا نكونوا بيان كونسنتري ونحاولوا ما نقبلوش الأهداف بما أنه نحن منظومة دفاعية الحقيقة مانيش دفاع باركة. الكورة اللي جينا نحاولوا نجسموها. الماتش باش يتلعب على بتيدي تايم طموح كبر. تبعدنا 180 دقيقة على البطولة. الناس كل موتيفي جوارات ستاف الناس كل موتيفي على الخامسة هذيا. إن شاء الله نكونوا حاضرين ونحن باش نعطيو كل شيء في التيران. جمهورنا كيما عودنا الحاضر معانا إن شاء الله يدز معانا من الأول للآخر. إن شاء الله يموتي فينا ونحن بإذن الله ما نخيبوش إن شاء الله. وكيف ما نعرفوا 27,000 متفرج لحضور المباراة. واليوم الأصباح مع السبعة انطلقت عملية بيع 9500 تذكرة للبلوز بسعر 50 دينار. الجماهير كانت حاضرة في صف من البارح في الليل تقريبا حسب آخر الأخبار. أحداث عنف صارت اليوم الأصباح وتدخل أمني كبير حاليا وفوضى بمحيط ملعب المنزه وين موجودة التذاكر وين موجودة أيضا اللحبة. إن شاء الله الأمور ما تخرجش على السيطرة وإن شاء الله في قادم الأيامات على الأقل نلقاو الحلول لبيع أكثر عدد من تذكر وتكون الأمور منظمة أكثر. الأهلي المصري كان وصل البارح في الليل لتونس وسط استقبال متميز من مسؤولي الترجي ورئيس النادي حمدي المدب وتسهيلات كبيرة مع وصوله للمطار حتى تحوله لمقر إقامته. اليوم العشية درب في فرع رادس مع اختيار زوز ملاعبية للحديث مع وسائل الإعلام. عقوبات مكتب الرابطة المحترفة بعد اجتماع البارح وأهمها عقوبة ضد الترجي والاتحاد المنستيري بحرمانهم من اللعب بحضور الجمهور لزوز مقابلات واختية 7500 دينار بسبب العود للمرة الثانية في رمي المقذوفات. وهذا ما استنكرته بشدة هيئة الفريقين والبداية بتصريح ناطق رسمي للترجي وليد قرفالة. تعرفوا أنتم الترجي التونسي ما نتكلموش برشا وما نحتاجوش برشا وما نهبطوش بلاغات. لكن اليوم القرار تاع الرابطة فيه قلة ذوق وانعدام ذوق. قرار يجي براتيكمون 48 ساعة قبل الدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية. الترجي التونسي الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية في الكؤوس الإفريقية باش يلعب نهائي نهار السبت ضد الأهلي المصري. يجي قرار كيما هكا اسكو اليوم ما كناش نجم نستناو بعد نهار 25 خاصة المقابلة الجاية مع الاتحاد الرياضي المنستيري باش تكون بعد مقابلات رابطة الأبطال الإفريقية. ما كانش القرار هذايا ينجم يهبط بعد فينال تحب ولا تكره. اليوم الرابطة وخلينا نقولوا فما القصد. الهياكل الرياضية في تونس رابطة ولا جامعة
خلينا نحكيوا على الرابط اللي الحمد لله اللي مازال لها بعض الاسابيع وباش تغادر الساحه الرياضيه، غير مأسوف عليها زاده لانه الناس هذو ما نون سيلمون ماهمش يساندوا في الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي ما حاجته بحد يساندوا. الناس هذيا ولات اليوم فما عرقله وفما ديكوبا ضرب تحت الحزام من الهياكل الرياضيه للترجي الرياضي التونسي. شاهدت مقابلات صار فيهم ضعف اضعاف من الدبابز اللي هبط، لكن اليوم التقارير نتاع الحكام والشجاعه نتاع الحكام ونتاع المندوبين نتاع الرابطه تحضر وتغيب. فما مقابلات تمشي فيها تقارير صحيح تجسم اللي صار وتحكي على اللي صار، وفما مقابلات الحكام والمندوبين يكونوا فيها شهود زور لخدمة مصالح بعض الجمعيات الأخرى. ومش بعيد على موقف الترجي، هذا موقف الاتحاد المنسيري من خلال الناطق الرسمي أمين الصيادي في حواره مع زميل حكيم اسطنبولي. الحقيقة احنا نستنكر ونستغرب قرارات الرابطة الوطنية اللي راوها جايرة في حق الاتحاد الرياضي المنسيري. الناس الكل تفرجت في المقابلة في التلفزة الوطنية، يظهر لي لا رينا توقف لعب، لا رينا رمي مقذوفات، لا رينا رمي قوارير. مقارنة بمقابلات أخرى نعرفوا شنو اللي يصير. المقابلة هذه بالذات الاتحاد الرياضي المنسيري كان فايز فيها 24، ما فما حتى شيء يخلي انه جماهير تتشنج. يظهر لي المقابلة كانت كلها روح رياضية. سألوا على أما أساس لهنا تم اتخاذ القرار هذا، وقت اللي نلقاو تقرير الحكم مدون فيه حتى شيء، معناها وين لهنا رمي المقذوفات، وين رمي القوارير. نحب نأكد أن الاتحاد الرياضي المنسيري واخذ استراتيجية لسنوات توا أنه يحترم كل الهيئات، يحترم كل القوانين، ولكن يدافع بطبيعة على حقوق الاتحاد الرياضي المنسيري. احنا وقت اللي نظلموا من التحكيم عمرنا ما نتكلموا، احنا وقت اللي تصير أي تدخل وما نتكلموش. اليوم راهو الحقيقة ظالم القرار هذايا، ونحب نأكد أن الاتحاد الرياضي المنسيري راهو يحاول باش يأطر جماهيره. في آخر مقابلة كانوا فما 30 ستادي سبيسيالمون للبيلوزا كاو من اجل تأطير الجماهير. النقطة الثانية احمد الجفالي، اليوم نتسائلوا علاش لهنا ايقافوا عن النشاط في انتظار انه مثولوا امام الرابطة، لكن في الاخر شنو اللي عملوا؟ الحقيقة حط يده قدام فمه، لا فما لقطة غير اخلاقية، لا فما تعدي على الحقوق، لا فما تعدي على الناس، لا فما جريمة قام بها باش يتم ايقافوا عن النشاط. والحقيقة احنا راضين تماما انه يتم حرمان جماهيرنا من حضور المقابلات. وريتوا الشو اللي عملوا، وريتوا علم فلسطين، وريتوا الدخلة واجواء الحقيقة طيبة، والناس كل روحت تصفقوا في حانة أربع بلاش في مصفى من جنات. نصور أنه فما حد شيء يخليهم باش يرميوا قوارير ولا المقذوفات. بقية العقوبات، توبيخ واخطية مالية 1500 دينار للسي اس اس، توبيخ الاتحاد بن قردين واخطية 2500 دينار، زوج مقابلات لمرافق وفي القفصة حاتم البكر واخطية 5000 دينار، زوج مقابلات واخطية أيضا 5000 دينار لمدرب نجم المتلاوي قيس اليعقوبي، دعوة لاعب الاتحاد المنسيري أحمد الجفالي للمثول أمام مكتب الرابطة مع إيقافه على النشاط، معاقبة المدرب المساعد السابق في النادي الإفريقي أحمد التويري، زوج مقابلات واخطية 5000 دينار، توبيخ واخطية 3000 دينار لسبورتينغ بن عروس، وتوبيخ واخطية 1500 دينار لمستقبل وادي الليل. مع نهاية الأسبوع الحالي يتوقف نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى والرابطة المحترفة الثانية لفسح المجال لمباريات الدورة الثامنة نهائي لكأس تونس واللي تتلعب على ثلاثة دفعات. غدوة الجمعة ماضي ساعتين ونص، قوافي قفص الملعب التونسي صافرة محمود قصيعة، النادي القربي النادي الإفريقي تحكيم أمير العيادي، محيط قرقنة مستقبل مرسى فرج عبدلاوي هو حكم المباراة، ثم نهار السبت الأهلي صفاقسي النجم الساحلي مراد الجربي، نهار الأحد الدفعة الأخيرة الاتحاد المنسيري مع مستقبل جابس أشرف الحركاتي هو الحكم، تقدم سقيط الداير مع نادي البنزرت سفر نعيم حسني، سبورتينغ بن عروس شبيبة العمران علي مختار، والأولمبي الباجي أمل جربة تحكيم لمحمد علي قروية، والمباراة هذه تتلعب في ملعب زويتن. نقول مبروك لثلاثة أندية صعدت رسميا للرابطة المحترفة الثانية، هما الملعب الإفريقي المنزل بورقيبة ومستقبل القصرين وكوكب عقارب في انتظار ثلاثة بطاقات أخرى مع نهاية الموسم. في كرة اليد نهائي البطولة باش يجمع بين الترجي والنادي الإفريقي، وهذا بعد استكمال مباريات إياب دور النصف النهائي البارح واللي عرفت فوز الترجي 37-25 على مكارم المهدية، بعد ما كان الذهاب أيضا للترجي والنادي الإفريقي جدد انتصاره على النجم الساحلي على نتيجة 37-32 في قاعة الجورجاني. بالنسبة لمواعيد الدور النهائي واللي باش تلعب في قاعة رادس، الذهاب 22 ماي بحضور جمهور الإفريقي، والإياب 25 ماي بحضور جمهور الترجي. في الكرة الطائرة بطولة الوطني إل جولة ثالثة إياب للسوبر بلاي أوف، النجم الساحلي خسر أمام الترجي بطل الموسم 3 شواط لشوط، والنادي الصفاقسي ربح مولدية بوسالم 3 شواط لشوطين. نكمل بالكرة في العالم، البارح وأهم مباراة كانت في نهائي كأس إيطاليا بين جوفانتس وأتلانتا، واللقب يعود للسيدة العجوز جوفانتس بعد الفوز 1-0، هدف كان منذ الدقيقة الرابعة. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة، أجمل تحيات شهير الكافي، نهاركم زين.